جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا في الله مقيم بحائل يقول علي عبد الحميد يسأل فضيلتكم عن من يعطي صاحب الزرع مبلغا من المال على المحصول قبل أوانه على أن يشتريه بمبلغ أقل من حقه بما يعادل 30%، وذلك لاحتياج صاحب الزرع، هل هذا المبلغ يعتبر حلالا أم أن فيه شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، وهذا ما يسمى بدين السلم، بأن يقدم التاجر دراهم، يقدم التاجر دراهم إلى المزارع يتوسع بها المزارع، وإذا حصد زرعه يقدم صاحب الدراهم حبوبا أو ثمارا من محصول مزرعته، هذا ما يسمى بدين السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن الذي هو الدراهم، تأجيل المثمن الذي هو الطعام أو الثمر الذي يحصل عليه المزارع. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. المهم انضباط الشروط والمواصفات، بأن يذكر بأن يكون رأس المال معلوما، ويكون الدين معلوما بمقدار معلوم الكيل أو الوزن، ويكون الأجل معلوم، وتكون صفات المسلم فيه معلومة، يكون المسلم فيه مما ينضبط الوصف، فلا بأس بذلك. وهذا ما يحتاجه الناس في تعاملهم وفي مزارعهم وفي أحوالهم وحاجاتهم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس فيما يروى عنه: نزلت هذه الآية في دين السلام.